تداعيات كورونا على الرياضة الجزائرية كانت وما زالت متواصلة، آخرها إصابات بالجملة وسط المنتخب الوطني النسوي لرياضة الجيدو، إصابات حتمت التوقيف والإلغاء التام للتربص الذي برمج بمركز سويدانية كتطبيق للبروتوكول الصحي الصادر عن لجنة الأبحاث التابعة للمركز الوطني للطب الرياضي المصادق عليه من قبل وزارة الصحة. حالة مشتبهة هو العزل، يعني الحجر الصحي، كي إذا لقينا حالة مشتبهة فيها وما عندهاش أعراض ما نهولوش الشخص هذاك أو الرياضي هذاك، نقولوا بلي يقعد بعيد على العائلة تاعو، بعيد عن جيرانه، عن أصحابه، عن زملاء تاعو في التدريب، يقعد حجر ياخذ فيتامينات، فيتامين سي، فيتامين دي، مانيزيوم، يقوي المناعة، باش يقوي المناعة تاعو، يلبس الكمامة، يكون عنده كل الوسائل من شافة تاعو تكون انديفيديوال، يعني شخصيه، كلش يعني الاغراض تاعو كل شخصيه تكون شخصيه حتى ما يعديش لونطوراج تاعو. يحدث هذا في الوقت الذي تتعالى فيه بعض الاصوات لعوده النشاط الرياضي بالرغم من الخطر الكبير الذي يفرضه كوفيد 19 على الرياضه الجزائريه بسبب النقص الكبير في المنشات المؤهله لعوده النشاط الرياضي والتطبيق الكلي للبروتوكول الصحي المفروض، خاصة الرياضيين اللي ممكن مشتبه في 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 في, 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 في إصابتهم. يعني على كل حال أطباء المركز الوطني للطب الرياضي راح ياخذوا بعين الاعتبار وراح ياخذوا اون شارج هاد لي زاتليت. حادثة منتخب الجيدو تؤكد أن تجميد النشاط الرياضي المفروض من قبل السلطات العليا كان القرار الصائب في ظل الانتشار الكبير لكورونا، وحتى دول الجوار التي قررت عودة النشاط الرياضي كانت النتائج هناك متباينة بتسجيل إصابات كبيرة داخل الفرق الرياضية، وحتى الدوريات الأوروبية لم تسلم من ذلك، وآخر حلقاتها إصابة اللاعبين الفرنسيين حسام عوار وبول بوغبا بكوفيد 19. كما كان هذا الاجتماع سانحة لإبراز التجارب الوطنية الناجحة على غرار التجربة الجزائرية وتجارب دول إفريقية أخرى التي تشكل مرجعية بالنسبة للاتحاد الإفريقي في هذا المجال. لكن في المقابل مواصلة تجميد النشاط الرياضي سيكون له الأثر السلبي على الرياضيين الجزائريين، لأن من الضروري وضع الميكانيزمات والإجراءات اللازمة لانطلاق التحضير والمنافسات الرياضية.